الثقافي المسيرة التابع للمديرية الجهوية للثقافة فاس الكناس. كنرحب بقناة أخبار الفجر الإخبارية وفي تغطية هذا الحدث المتميز، هذا النشاط الترفيهي التربوي الذي قدمته وتقدمه الآن جمعية وليدات المغرب لفائدة الأطفال في إطار الاحتفالات بذكرى 46 للمسيرة الخضراء واحتفال المغرب بعيد الاستقلال، وهي فرصة من أجل تمرير مجموعة من الرسائل للأطفال الصغار لتوضيح ما قدمه الأجداد والآباء شعبا وملكا لهذا الوطن العزيز من خلال استكمال استرجاع وحدته الترابية من أجل النهضة به والرقي به، ومن أجل تثبيت مجموعة من المبادئ والقيم الوطنية في قلوبهم حتى يكون إن شاء الله أجيالا مفيدة للوطن، وحتى يأخذوا الشعلة إن شاء الله من أبائهم وأجدادهم بالشكل الذي يروق لهذا الوطن ومن أجل خدمته أكثر.